بعد تداول يعني نتائج متاع صبر آراء مغلوطة حوالي 28 إحالة على النيابة. المسألة سوف تكون متاحة كما قلت لشركات صبر الآراء كما اعتادت من قبل، ولكن في هذه المرة سوف تكون تحت رقابة ومتابعة هيئة الانتخابات. 89.2% هو قيس سعيد. احنا تقديرنا بالنسبة للأصوات اللي تحصل عليها في تونس على التراب التونسي. وعن تحركات من وصفهم بالأبواق المسعورة المأجورة، قال سعيد إنهم يتباكون على الحرية والديمقراطية، في حين أنهم يتظاهرون كل يوم تحت حماية الأمن. ترشح السيد الرئيس قيس سعيد اليوم لمرحلة جديدة بخمس سنوات، أنا أمنيتي خاطر المرحلة الأولى ما تعرف سنتين الأوليتين ما أنا بصراحة ما نحسبهمش، خاطر ثلاثة رؤساء وكل واحد يحب يحكم. هناك العديد من المواطنين نزلوا للشارع